السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل تفريز الصلصة بطريقة سهلة قوي ومضمونة 100%. اول حاجة هنجيب كمية من الطماطم اللي احنا عايزين نفرزها، نبتدي نقطعها بس من فوق كده علامة زائد، ونبتدي ان احنا نحطها في حلة ونحط نص الحلة دي مية، يعني مش هنغطي كل الطماطم مية. اول ما المية تتغلي وحس ان الطماطم خلاص بقت طرية مستوية، هبتدي اضيف لها علبة من الصلصة. علبة الصلصة دي كانت 135 جرام. هقلبهم شوية مع بعض وهم برضو على النار. شايفين هي مستوية قوي ازاي؟ مش مستحملة تقليبة. هضيف لها معلقتين كبار من البابريكا. البابريكا هتديها طعم حلو قوي، وكمان هتديها لون جميل. هقلبهم شوية مع بعض، اكيد هقفي عليها النار واسيبهم شوية لحد ما تبرد. شايفين ده شكلها بعد ما بردت؟ شايفين شكلها حلو واللون حلو جدا. هبتدي بقى اعصرها في الخلاط. شايفين كمية المية هي كفاية ازاي؟ مش عاوزين نزود المية قوي عليها وهي على النار علشان خاطر ما تكونش خفيفة قوي الصلصة. هنا خلاص حطيت الخليط بتاع الطماطم دوت في شفشق الخلاط وعصرتهم كويس قوي، وهبتدي ان انا اصفيهم. انا هصفيهم هنا ليه؟ لاني انا عندي الطماطم احيانا كتير اغلب الوقت بيكون فيها بذر، فانا مش عايزة لا يبقى فيها بذر، وكمان عشان القشر. اصفيهم كويس قوي. شايفين ده اللي طلع معايا من الصلصة، طلع بقى القشر كله وطلع كمان اي بذر يكون في الطماطم. هنضف المصفى كويس وابتدي اضيف بقية الكمية وارجع اصفيهم تاني. هفضل اكرر العملية كده لغاية لما اخلص كل كمية الصلصة اللي عندي. دي اول كمية انا طلعتها، هبتدي بقى ان انا اشيلها من الطبق ده. هبتدي اجيب اكياس بلاستيك. انا جبت اكياس بلاستيك صغيرة وعادية، اكياس عادية بتاعت التلاجة. هبتدي اجيب اي حاجة اقدر ان انا احط فيها الكيس.
شايفين شكل الصلصة عامل ازاي؟ حلو جدا، عايزة اقولكوا والله طالعة ممتازة. وابتدي ان انا بقى احطها في الكيس البلاستيك بتاع الفريزر، ومش هنملى الكيس قوي، احنا هنحط الكمية على حسب احتياجنا احنا، على قد الأكلة اللي احنا بنحتاجها. يعني كل واحدة فينا بتكون عارفة هي بتستخدم كمية صلصة قد ايه. شايفين انا بالنسبة لي الكمية دي مناسبة جدا ليا على قد الأكلة. فانا بطلع من الكيس الهواء وابتدي اربطه من فوق، مش عايزه اقفل عليه جامد لان الحاجه لما بتتفرز حجمها بيزيد، فمش عايزين نقفل قفله تكون ضيقه على الكيس والصلصه عشان لو ما تكبر شويه ويكبر حجمها ما تقطعش الكيس. شايفين براحتها خالص ازاي كده، عندها مساحه كفايه هي، حتى لما تزيد حجمها ما تاذيش الكيس وما تخرجش الصلصه بره الكيس فتبهدل الدنيا. اكمل بقى باقي الصلصة، دي كمية الصلصة كلها. هبتدي كمان احطهم في اكياس وربطهم كويس قوي، اهم حاجة نطلع الهواء من الكيس وبعدين نربطه كويس وخلاص على كده، ونسيب له مساحة اللي بيها ان هو حجمه هيتضاعف. ودي كل الكمية اللي أنا عملتها، هبتدي أحطها في صينية. شايفين الكمية دي بالنسبة لي مناسبة قوي، حطيت الكمية دي في صينية عشان أعرف أنقلها بسهولة على الفريزر. ممكن نحطهم بالطريقة دي كده زي ما هم، أنا هحطهم في الفريزر عشان خاطر المكان، علشان ما يلزقوش كمان في الأرضية بتاعت الفريزر، بس يجمدوا. وهبتدي أشيلهم وأحطهم تاني، أرصهم تاني زي ما هم في الفريزر تاني، او اسيبهم زي ما هم مش هيعملوا لي ازمه. انا شلتهم كده زي ما هم، هم في الصينيه في الفريزر، وحطيت هو فضل كيس واحد بس حطيته، وده الفريزر بتاعي مجمده بابا غنوج، وحاطه عليه التاريخ للعمايل، ومجمده لحم مفرومه، ومجمده برجر، وبس كده بنستخدمها في اي وقت احنا حابين. طريقة سهلة جدا ومضمونة 100%، ان شاء الله تعجبكم.